الحصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوجة، معكم عبد الرحمن النجار وأنا أمل علي، والبداية بالعناوين. السوداني يواصل جولته على الرئاسات، رئاسة البرلمان والتعديل الوزاري يناقشهما مع رشيد بعد زيدان. اتفاق انسحاب قوات التحالف يحرك مفاوضات اللجنة الثنائية، وخطر داعش يعيد التعاون بين بغداد وواشنطن. بعد اجتماع بغداد وأربيل الاقتصادي، مسعود بارزاني يلتقي الوفد الاتحادي ويطلب العودة إلى الدستور والاتفاق السياسي. العراق يدعو إلى تحالف دولي ضد المخدرات، والسوداني يأمر بتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة. وقبل المواجهة المنتظرة، إجراءات الكويت تغضب جماهير العراق، وشركات السياحة تستغل التقييد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وإلى تفاصيل. إذ أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أكدا ضرورة حسم الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس لمجلس النواب وتعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع والتكامل مع السلطة التنفيذية. وبحث خلال اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق مستهدفاته. كما تناول اللقاء أهمية توحيد الصف الوطني والعمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار العراق، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص واستكمال البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية. وأكد الجانبان أهمية المضي قدما في خطط الحكومة لمكافحة الفساد. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن حسم رئاسة البرلمان سيكون مشروعا نحو الرؤية بالتغيير الوزاري توافقيا. العوادي عفوا أضاف أن مسار الحكومة الحالية باتجاه الخدمات وليس باتجاه التناكف وصناعة الأزمات، مشيرا إلى أن الحكومة تعرضت لحملة قاسية وظالمة في الفترة الماضية، وأن رئيس الوزراء تدخل بطريقة حاسمة لإيقاف ملفات الفساد قبل عرضها للإعلام، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة ماضية بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. وفي ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية، تؤكد الحكومة ضرورة حسم أزمة رئاسة البرلمان وإنهاء وجود التحالف الدولي لتعزيز سيادة العراق ودفع برنامج الحكومة إلى الأمام. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. على أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب. في ظل تصاعد الاتهامات ضد الحكومة، ظهر رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مؤكدا أن حسم أزمة رئاسة البرلمان بات ضروريا لاستمرار تنفيذ برامج الحكومة. هذه الأزمة تعيق تمرير القوانين والمشاريع المهمة وتضعف قدرة الحكومة على العمل بفعالية في مواجهة التحديات الحالية. حديث رئيس الوزراء تأكيده على أنه ليس داعم لمرشح، خصوصا ما أثير خلال الفترة الماضية بدعمه لمرشح معين. القوى السياسية الأخرى بدأت تستشعر أنه يجب أن يكون هنالك حسم، هنالك استحقاقات مهمة يجب أن تمضي، ولا يمكن مضي بها بظل وجود رئيس المجلس منصبه شاغرا. أعلن السوداني إنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مما يعكس تحولا مهما في السياسة الأمنية العراقية. هذا القرار يعزز سيادة العراق، لكنه يأتي وسط تحدي أمنية كبيرة تتطلب تضافر الجهود الداخلية. واقع الملف إخراج القوات الأمريكية شائك ومعقد، إذا ما عرفنا بأن هناك انقسامات سياسية وحتى شعبية في هذا الموضوع، وأن هناك جزء من المكونات يتخوف من أن خروج الأمريكان قد يحدث ضغط أو يحدث تحديات عليهم، وبالتالي لا يوجد قاسم مشترك بين الكتل السياسية في هذا الموضوع. استعرض السوداني إنجازات حكومته في مجالات الخدمات والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن حسم الملف الكبرى مثل رئاسة البرلمان والتحالف الدولي سيسهم في تعزيز الاستقرار والتقدم. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.
في سياق آخر، يرد العراق على تسريبات رويترز وينفي وجود اتفاق رسمي على موعد إخراج قوات التحالف الدولي. المزيد في هذا التقرير. لم يتأخر رد بغداد على الأخبار التي تحدثت عن اتفاق مع واشنطن حول انسحاب قوات التحالف من العراق ضمن خطة تتضمن مغادرة مئات المستشارين نهاية العام 2025، لتنفي الحكومة على لسان مستشارها السياسي ذلك، معبرة بالقول عدم وجود أي اتفاق رسمي يؤكد تحديد وقت انسحاب القوات الأمريكية العاملة في العراق مع قوات التحالف. هناك عملية عدم وضوح رؤية بين الطرفين الأمريكي والعراقي على وجود اتفاق. لم يحن لحد هذه الساعة توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق فيما يخص عملية جدولة رسمية لخروج قوات التحالف وأمريكا من العراق، وبالتالي هي ما زالت تفاهمات أولية قد أعلنت عنها عن بعض المصادر الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية لجس نبض ردة فعل الحكومة العراقية مضافة إلى بعض الأطراف السياسية الفاعلة. هذا الإعلان الحكومي ليس بالضرورة أن يعبر عن نفي قاطع لعدم المغادرة وإنهاء مهمة التحالف، فهو مرتبط بسلسلة من الآليات الزمنية والفنية. دبلوماسيا، تشير مصادر حكومية إلى عودة مرتقبة لحوارات اللجنة العسكرية العليا بين بغداد وواشنطن لترتيب الانسحاب مع استمرار العمليات المشتركة في تقييم خطر داعش على الأرض وتواصل الجهود الثنائية بين قوات التحالف والقوات العراقية لتأمين الحدود. أهم شيء هو ضبط الحدود. الحدود الآن الحمد لله والشكر أفضل بكثير مما كانت عليه، معدات، إمكانيات، قدرات، كاميرات حرارية، أجهزة مراقبة، خطي صد للدفاع، هذا كل الحقيقة مهم جدا لضبط الاستقرار والأمن الداخلي. على ضوء هذه المعطيات تضع الحكومة التوقيتات اللازمة لتنفيذ الانسحاب الذي حددته ضمن سقف زمني لا يتجاوز عام 2026، لكنها تبحث في الوقت نفسه عن ضمانات أمريكية لتحقيق ذلك، وهو مرتبط بالمعطيات السياسية التي ستفرزها الانتخابات الأمريكية وكذلك تأثيرات الأوضاع الإقليمية والتحديات الأمنية الداخلية المتمثلة بضغوط الفصائل والموقف الحكومي من ذلك. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. للمزيد حول الحالة السياسية ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر الموسوي. مرحبا بحضرتك دكتور حيدر. دعنا نبدأ من التعديل الوزاري المرتقب الذي ينادي به السوداني. كيف تتوقع سيرورة هذا التعديل؟ هل سيجري بسلاسة سيما وأن الطريق أمام السوداني لا يبدو يعني سهلا؟ وإضافة إلى ذلك، أي الوزارات تتوقع أن يستهدف؟ كما تعلم أن موضوع التعديل الوزاري هي قديمة، يعني ليست هذا اليوم، وسبق وأن كانت أحد يعني الأفكار أو الرؤى التي طرحها أو تبناها السيد السوداني في يعني بدايات مشواره لرئاسة هذه الحكومة، ولكن على ما يبدو أن هذه الدعوة قد يعني انتهت في وقتها ولم يكن هنالك أي حديث عنها لأسباب كثيرة. أولا أن الحكومة كانت في باكورة عملها، وهي مشكلة من عدة أطراف سياسية ومن الائتلاف الحاكم لإدارة الدولة، وفي العرف السياسي في العراق المعلوم أن الوزراء بالنهاية هم يعني تابعين إلى أو خاضعين إلى قوى سياسية هم من طرح تلك الأسماء حتى تكون ضمن الكابينة. فبالتالي بتصوري أن عادة يتم التغيير لعدد من الشخصيات في يعني بهذا المستوى بهذا الليفل، يعني إما عن طريق حدث معين كأن يكون هنالك فضيحة أو تورط بقضية كبرى، فساد أو ربما حد أو أن تكون الكتلة التي رشحت هذا الاسم هي التي تطالب وتضغط بشكل أو بآخر على رئيس الوزراء بأن يتم استبداله. وبتصوري أن هذا الكلام يعني من الناحية الواقعية والعملية إن لم يكن هنالك اتفاق مع الكتل التي سمت مرشحيها لشغل عدد من الوزارات، من الصعب أن يذهب السيد السوداني أو لديه إمكانية من تغيير هذه العدد من الوزراء. نعم كان هنالك حديث يعني سابقا عن
وزير النقل أو ربما هنالك مشكلة معينة بخصوص وزارة النفط، خاصة بالفترة الأخيرة فيما يخص قضية الاختلاف في جدلية يعني تحويل عدد من الشركات النفط في الجنوب إلى من نقلها من التمويل الذاتي أو التمويل المركزي، أو قضية يعني أن تكون أموالها عائدة إلى خزينة الدولة ولا المركز. يعني هذه التفاصيل، وربما هنالك وزيرة هنا أو وزير هنا، ولكن بتصوري هذا الكلام لا يرقى إلى واقع أن لم يكن هنالك حقيقة اجتماع إلى ائتلاف الحاكم لإدارة الدولة، وأن تتبنى الكتل السياسية المشروع، ويعني هي من توافق السيد رئيس الوزراء في إمكانية سحب مرشحيها أو يعني من الصعب أن ينجح غير هذا الكلام صعب من الصعب أن ينجح السيد السوداني بتعديل وزاري بدون أن يصطدم برغبة قوى. وبالمناسبة يعني هناك حديث اليوم عن اجتماع للإطار التنسيقي، لا نعرف ماذا يمكن أن يحدث، لكن هل تتوقع أن يناقش هذه القضية أم يناقش قضايا أخرى ربما تلك التي تتعلق بالتنصت وإلى آخره؟ يعني التنصت هي أول القضايا التي أكيد يعني يتم مناقشتها. يعني هذه الشبكة، أو دعنا لا نسميها شبكة بقدر ما أنهم أفراد يعني، والأمر موكول إلى القضاء، والقضاء كما تعلم هو له الكلمة الفصل في هذه القصة، باعتبار أن جميع القوى السياسية هي ملتزمة بما يقوله القضاء بعيدا عن قضية الإثارات الإعلامية هنا وهناك. هي هل تؤثر هذه الأزمة، أزمة التنصت إذا صح التعبير، على قضية مهمة أخرى تهم السيد السوداني مثل التعديل الوزاري؟ طبعا بالتأكيد، يعني ولربما طرح السيد السوداني فكرة التعديل الوزاري نابع من طلب من عدد من القوى السياسية، يعني أن يكون هنالك تغيير لعدد من الوزراء يعني الذين رشحوهم. إن كان هكذا الأمر بتصوري، فإنه ممكن أن يذهب السيد السوداني إلى استبدال أحد الوزراء إذا كانت الكتلة التي تتبنى هذا الوزير واسم هذا الوزير هي التي تطلب من السوداني استبداله و ترشيح آخر، أو ربما طرح عدة أسماء معينة لشغر هذه الحقيبة كما حدث يعني في بداية تشكيل الحكومة. كما تعلم أن كان هنالك طرح 5 أسماء لكل حقيبة وزارية، وحرية الخيار تكون لرئيس الوزراء. فبالتالي بتصور إن كانت هي الفكرة يعني قد جاءت من قبل أطراف سياسية في حقيبة هنا أو حقيبة هناك، أنا أعتقد أن السيد السوداني سوف يذهب بهذا الاتجاه وتمضي الأمور ويتم التصويت عليها في داخل مجلس الوزراء وحتى على مستوى مجلس النواب إذا كان يقتضي هذا الموضوع من حيث الإجراءات القانونية. لكن إن كانت الفكرة فقط من السيد رئيس مجلس الوزراء من دون موافقة القوى السياسية، لا، الموضوع بتصوري صعب جدا. طيب هو سؤال آخر أيضا، ما هي قيمة ما هو قيمة هذا التعديل إذا كان بارتضاء قوى سياسية هي التي تقدم وزيرا؟ يعني هل يجنب ذلك محاسبة الوزير الآخر الذي قصر، خصوصا إذا كان التقصير يحتوي على فساد وهدر كبير بالمال العام إلى آخره؟ إذن ما قيمة التعديل؟ يعني لاحظ، هذه طبيعة النظام السياسي، وهذه طبيعة الحكومات الائتلافية أو التوافقية. يعني هذا الموضوع حدث أيضا في حكومة السيد العبادي في وقتها، عندما ذهب باتجاه مطالبة القوى السياسية والكتل السياسية بسحب مرشحيها من كابينته وترشيح في وقتها شخصيات مستقلة أو تكنوقراط. وكان في وقتها السيد عادل عبد المهدي مثلا وزير مالية قدم استقالته، والسيد وزير صولاخ في وقتها، وتذكر عدد من الأسماء في وقتها لعدة حقائب وزارية وتم استبدالهم بآخرين. تبين فيما بعد أن حتى هذه الشخصيات المستقلة، وطبعا كان بطبيعة الحال بسبب ضغط احتجاجي أيضا في وقتها، إذا تتذكر هذه القصة أيام الاحتجاجات الأولى في حكومة السيد العبادي في ساحة التحرير، عندما يعني تحدث عن قضية الضرب من حديد وكشف الفساد وإلى آخره. لكن بالنهاية الذي حدث يعني أن الذين أتوا
إلى هذه المناصب يعني تبين فيما بعد بأنهم بشكل أو بآخر أيضا قد ارتموا أو أصبحوا تابعين لأطراف سياسية باعتبار أن هذه المسار يعني تعديل تحت المحاصصة مرة أخرى لم ينتج شيء جديد. طيب إذا أردنا أن نتكهن ببعض الكتل أو القوى السياسية طبعا المؤثرة بالتأكيد منها، من هي الكتل التي تتوقع أن تتأثر بوزارتها بالتعديل؟ هل لديك فكرة عن ذلك؟ يعني لا أعتقد أن هنالك كتلة، يعني بصراحة إذا أردنا أن نتحدث عن قوى الإطار التنسيق بالنهاية يعني السيد السوداني ليس في وقت يسمح له أن يذهب باتجاه يعني الوقوف أمام هذه القوى، خاصة ونحن ما زلنا نعيش يعني قصة أو أزمة الخلافات التي حدثت بسبب ما حدث في القصر الحكومي. لا أعتقد أن الموضوع يعني أو الوقت يسمح بهذا الوقت يعني أن يتصدى لهذه القصة، إلا كما قلت لك إذا كانت هنالك رؤية لدى القيادات الإطار التنسيقي بتغيير عدد من الوزراء، قد تكون لدولة القانون أو لمنظمة بدر أو حتى لصادقون، ولكن يعني هذا الواقع لحد الآن غير منطقي. كما قلت لك ممكن أن يكون وزارة النقل باعتبار أن هنالك عدة ملاحظات خاصة فيما يخص قضية المطار والمشاكل التي حدثت يعني، وبالتالي هذا يتم الطلب تحديدا إلى الجهة التي متبنية هذا الوزير، وهي معروفة يعني من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء باستبداله، يعني باعتبار أن من الممكن أن تكون هنالك رأي لعدد من الحركات السياسية أن هنالك عدد من الوزراء المقصرين، وبالتالي هم لاحظوا أيضا أو اقتنعوا برؤية السيد رئيس مجلس الوزراء فيعني استجابوا لهذا الأمر وطرحوا ربما أسماء معينة لشغل هذه الوزارة، لديهم اختصاص يعني معين في هذه القصة. اتضحت الفكرة، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت، السياسي المحلل السياسي والباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر الموسوي، شكرا لك. الأخبار مستمرة. إلى الإقليم، حيث قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني إن أفضل طريقة لتجنب المشكلات بالتفاهم والحوار بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في الإقليم. جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيعا يضم عددا من وزراء الحكومة الاتحادية، ولفت برزاني إلى أن حل المشكلات يكمن بالعودة إلى الدستور واتباع الاتفاق السياسي الذي أجمعت عليه أحزاب تحالف إدارة الدولة، مشيرا إلى وجود النية الخالصة والإرادة الحقيقية لحل الملفات العالقة. في أذن ذلك، اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية مع مجلس حكومة الإقليم اتخذ قرارات مهمة شملت الموافقة على نتائج اللجان المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية ووزارة الصناعة والتجارة في الإقليم. وعقد المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية اجتماعا مع المجلس الوزاري الاقتصادي بحكومة إقليم كردستان، وقرر إتمام الربط الإلكتروني بين الطرفين توحيد إجازات الاستيراد والتصدير وتسجيل الشركات، كما وجه المجلس بأتمتة البطاقة التموينية في عموم العراق بما في ذلك كردستان، وتشكيل لجنة فنية لتوحيد إجراءات تقييم السلع. وقد أكد الاجتماع أيضا على أهمية إجراء التعداد العام للسكان لدفع عجلة التنمية وتعزيز الإحصاءات السكانية. إذن اجتماعات وفد مجلس الوزراء المشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تخرج بنتائج إيجابية للاتفاق على حلول لجميع القضايا المالية والاقتصادية وفقا للقانون والدستور. المزيد في هذا التقرير. على مدى يومين خرجت اجتماعات وفد مجلس الوزراء المشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم بنتائج إيجابية والاتفاق على إيجاد حلول لجميع القضايا المالية والاقتصادية على أساس القانون والدستور. هذا ما أكدت وزارة المالية الاتحادية وفق بيان لها. أهم ما ورد في هذا الاجتماع أنه الدستور هو الفيصل وهو الحكم،
بين جميع المكونات وما بين جميع الأطراف السياسية، والعودة إلى الدستور هي تغنينا عن الكثير من المشاكل. وأيضا واحدة من مخرجات هذا الاجتماع أنه على العراق أن يحترم جميع مكوناته وأن يعامل جميع أبناء شعبه معاملة متساوية. أبرز القضايا التي دارت حولها النقاشات تركزت على رواتب الموظفين والموازنة والقضايا المتعلقة بالجمارك والمنافذ الحدودية والإجراءات الضريبية وتسجيل الشركات والاستثمار. يعني بالتأكيد وفد بهذا المستوى بهذا الحجم يأتي إلى أربيل يعطي دلالة واضحة على جدية الطرفين حكومة أقليم كردستان وأيضا بغداد للوصول إلى حلول جذرية لكل الأزمات. في الفترة الماضية تم حل بعض الأمور، لكن حقيقة دائما لا نصل إلى حلول جذرية. ارتياح وتفاؤل كبيران بتلك الزيارة، حيث أشارت حكومة الإقليم إلى أن حل المشكلات والخلافات أمر ممكن إذا ما توفرت الرغبة والإرادة الحقيقية، فإقليم كردستان إقليم دستوري يجب احترام كيانه، وأن تتعامل الحكومة الاتحادية مع جميع المناطق ومحافظات البلاد بشكل عادل. بعد أن اتسمت بالتصعيد والتهدئة مصالحة مالية واقتصادية بين المركز والإقليم بحل جميع الخلافات والمشاكل العالقة على أساس الدستور والقانون. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. ولمناقشة اجتماع بغداد وأربيل ينضم إلينا من بغداد المحلل الاقتصادي أحمد عبد ربه. مرحبا بك سيد أحمد. إذن بالنظر إلى مخرجات هذا اللقاء وهذا الاجتماع حتى الآن، كيف تقيم هذه المخرجات؟ هل تصل إلى آمال والتوقعات حول هذا الاجتماع؟ بالبداية دعيني أحييكم وأحيي جميع المشاهدين الكرام. طبعا هنالك بعض الملفات تم الاتفاق عليها، لكن رحلت بعض الملفات، وهذا ما يحصل في كل المفاوضات بين بغداد وأربيل. تحل موضوع الرواتب، تم حسم موضوع الرواتب من نهاية العام الحالي، راح يتم صرف الرواتب على أن يقوم كردستان بإيجاد آلية مناسبة تضمن وصول الإيرادات إلى بغداد. لكن هنالك الكثير من المشاكل يفترض أن تحل. المشاكل بين بغداد وأربيل لا أتوقع أن تحل بوفد يذهب يوم أو يومين. عندنا ملفات عالقة كثيرة، أولها ملف الصادرات النفطية. اليوم الكثير من عمليات التهريب التي تحصل للنفط في إقليم كردستان، هذه أثرت على حصة العراق في أوبك، لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع. موضوع المنافذ الحدودية، منافذ الحدودية اليوم أكو الكثير من المنافذ الحدودية غير الرسمية، هي من تؤثر على دخول السلع، على سحب العملة الصعبة من السوق الموازية. موضوع قانون النفط والغاز، موضوع الكثير، موضوع كركوك، الكثير من المواضيع لم يتم التطرق إليها. طبعا موضوع البطاقة التموينية هذا شيء جيد. اليوم السلة الغذائية توزع في عموم محافظات العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان. هذه ممكن أن يعني هذا التنسيق بين بغداد وأربيل بهذا الشأن ممكن أن يخلق أمن غذائي مستدام بالنسبة للعراق. لكن هنالك الكثير من الملفات، والملفات الشائكة والعالقة بين الطرفين يفترض إيجاد حل مناسب لها. نعم، إذن برأيك هل المشكلة بين بغداد وأربيل اقتصادية أم سياسية؟ من وجهة نظري المشكلة سياسية بامتياز. نعم، كان من تفضل. بلي تفضل يا ست. تفضل. المشكلة سياسية بامتياز، تحتاج إلى اتفاق. أعتقد هو الموضوع لا يتعلق بالحكومة الحالية ولا حتى الحكومة المقبلة. يفترض أن يكون اتفاق سياسي بين الزعماء السياسيين
في إقليم كردستان وفي المركز اتفاق على آلية مناسبة لضبط المنافذ الحدودية، لضبط لوضع نظام أتمتة، ويعني أن تكون المنافذ الحدودية كما في الدستور خاضعة للسلطة الاتحادية. اليوم أغلب منافذ الإقليم خارج السلطة الاتحادية، حتى بموضوع استيراد السيارات. اليوم أنت الضريبة اللي تستورد بها السيارة من منافذ الإقليم تختلف عما موجود في البصرة، حتى موضوع المرور، حتى موضوع الغرامات المرورية، حتى موضوع يعني يفترض توحيد هذه الأشياء من أجل الخروج برؤى مشتركة. كان من الملفت للنظر في مخرجات هذا الاجتماع هو الذهاب أو ذهاب أطراف الاجتماع للقول أن الحل يكمن في العودة إلى الدستور. كيف يمكن فهم ذلك؟ ألم يكن الدستور موجود قبل ذلك؟ هاي في كل اجتماعات يقولون هذا الحديث، يعني هذا الحديث مو جديد انه الارتكان الى الدستور، لكن الدستور وضع نقدر نقول يعني ملفات رئيسية لا يحتاج لها حل، كملف النفط والغاز. قلت ليش اليوم زيارة رئيس أوبك إلى بغداد مؤخرا وإجبار العراق بخفض الإنتاج النفطي، أنا أتوقع كانت بسبب عمليات التهريب. قال يعني بلغوهم أنه أكو حصة، يعني أكو كميات دا تصدر غير الحصة المتفق عليها، فأجبرت الحكومة العراقية على خفض الإنتاج النفطي. هاي وحدة. القضية الثانية حتى موضوع الرواتب، وزارة يعني وزارة مالية الإقليم تقول إنه إحنا نرسل إلى الحكومة الاتحادية بحدود 80 مليار دينار شهريا، يعني كإيرادات المنافذ والإيرادات الأخرى. ويعني هذه المشاكل يفترض حلها يعني حلها من الجذر. يعني اليوم حتى في البيان الأخير دا يتحدثون أنه منا للسنة المقبلة نشوف آلية مناسبة للتعامل بشأن موضوع المنافذ الحدودية. إذن برأيك أنت كخبير، يعني أنت كخبير برأيك ما أهم العقبات التي تقف أمام حل هذه الملفات الشائكة التي ذكرتها؟ يعني أول شيء يفترض على حكومة الإقليم أن تلتزم بما ورد في الدستور، وهو أنه تكون المنافذ الحدودية تحت سلطة الحكومة الاتحادية. هاي قضية. القضية الثانية يفترض أن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، باعتبار قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة حتى لإقليم كردستان. القضية الثالثة والأهم يفترض الاتفاق السياسي من أجل إقرار قانون النفط والغاز. من وجهة نظري أنا أشوف إقرار قانون النفط والغاز ممكن يسهل الكثير من الأمور التي تعكر الصف بين بغداد وأربيل. المحلل الاقتصادي السيد أحمد عبد ربه كنت معي من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. قال رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن العراق يشهد حراكا غير مسبوق في التنمية والإعمار، مشيرا إلى أهمية تشكيل خلية لمتابعة التخطيط حول المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية في العراق. جاء ذلك خلال لقاء السوداني وزير النقل المصري كامل الوزير مع الوفد المرافق له، الذي أعرب عن استعداد بلاده للمساهمة الفاعلة في إنجاز مشروع طريق التنمية، بالإضافة إلى العمل في إكمال التفاهم مع وزارة النقل في مجال النقل البري والسككي. الوفد ضم 14 شركة من مجموع 100 شركة مصرية، حيث طلب ممثلو هذه الشركات نقل خبراتها والمشاركة في مشاريع العراق. في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى عقد تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات يكون العراق جزءا منه، لافتا إلى أنه لا يمكن التهاون مع خطرها الذي بات يتقدم على تهديد الإرهاب. وخلال الاجتماع السوداني أكد لعدد من الوزراء والقادة الأمنيين
على أنه ما جرى التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات لتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات والعمل على استكمال مذكرات التفاهم مع دول الجوار لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن ملاحقة شبكة التهريب والاتجار بالمخدرات. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فاق زيدان مع نائب ممثلة المفوضية السامية لشؤون الحماية للإجراءات القانونية المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين. وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن زيدان استقبل نائب ممثلة المفوضية السامية لشؤون الحماية ميناكو كاكوما والوفد المرافق لها، وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية التي تعزز حماية حقوق اللاجئين في إطار التعاون بين القضاء العراقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. إلى ذلك، حدد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بالمساءلة عن جرائم داعش يونيتاد يوم 17 من أيلول الحالي موعدا لمغادرته العراق. وأعربت رئيسة فريق التحقيق يونيتاد تشيد أن بيرو عن أسفها على سوء التفاهم مع السلطات العراقية، مضيفة أن عمل الفريق كان يمكن أن يستمر لو حدث تواصل أفضل بين الطرفين العراقي والأممي. وأكدت أن الفريق كشف عن 68 مقبرة ورفاة 1000 ضحية تقريبا، تم التعرف على 200 منها. أمنياً، اندلع حريق بالقرب من أحد المعسكرات التابعة للحشد الشعبي في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، مما أدى إلى انفجار بعض الأعتدة التي كانت مدفونة خارج أسوار المعسكر. بدورها، نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع ضربة جوية بين منطقتي الصويرة والعزيزية، مؤكدة أن الحادث كان حريقا في الحشائش الموجودة في المنطقة، ما أدى إلى احتراق بعض الأعتدة التي كانت هناك، وقد تمت السيطرة على الحادث دون أي خسائر بشرية. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون أن نجاح مكافحة الفساد تحتاج إلى جهود مشتركة بين مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية. جاء ذلك خلال لقائه مستشار منظمة الشفافية الدولية الإقليمية للشرق الأوسط، مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المنازعات التجارية. وأكد حنون أن هيئة النزاهة تعمل مع بقية مؤسسات الدولة لإنجاح البرنامج الحكومي، لا سيما الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية والتحول الرقمي للانتقال للحكم الرشيد، لافتا إلى التعاون مع نزاهة كردستان العراق وجعل مكافحة الفساد تحت مظلة الوطن لتشمل المركز والإقليم. في ديالى، أصدرت محكمة جنايات المحافظة حكما بالحبس الشديد 2 بحق كاتب عدل في بني سعد، وذلك لتنظيمه وكالات مزورة في العام 2023. ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المدان تعاون مع متهم آخر لتنظيم وكالات مزورة تخص أشخاصا متوفين وآخرين موقوفين أو يقيمون خارج البلاد، وأوضح أن الحكم صدر استنادا إلى أحكام قانون العقوبات. وتزامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، يزيد ارتفاع الأسعار في محافظة ديالى معاناة مئات العائلات من ذوي الدخل المحدود، مع استمرار مشكلات الدوام المزدوج في مدارس المحافظة. مزيد في التقرير التالي. تتجدد معاناة الأسر مع بداية العام الدراسي مع ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية والملابس. أبو ياسين يمثل هذه المعاناة بثلاثة تلاميذ، يضطر للعمل في الأسواق بعربة بسيطة لتوفير لقمة العيش، واليوم يعاني من تجهيز أطفاله لفقر الحالة المادية ونقص ذلك في المدارس الحكومية. أنا عندي ثلاث جهال على 100 هاي 300,000 بس الملابس، من عدا القرطاسية، من عدا
ولازم الخياطة من على القرطاسية تعشوا، والله كلها غالية نار جهنم. ويشير أصحاب المحال التجارية إلى أن الأسواق تعتمد بشكل كامل على المستورد، وأن فرض الضرائب عليه يرفع أسعاره عكس السنوات السابقة التي كانت تعتمد على منتوج محلي ذي جودة عالية وبأسعار أرخص بكثير. المواطن ده يشتري الحاجة غالية، ليش؟ شنو السبب؟ السبب أنه إحنا ده نستوردها، ده ندفع عليها جمرك وضريبة، بينما لو أكو صناعة محلية وطنية أنه تخفض الأسعار أنه راح يصير النقل أقل. وتحتاج ديالا إلى 700 مدرسة جديدة لفك الاختناق والدوام المزدوج في عموم المحافظة، وهذا ما تعمل عليه وزارة التربية من خلال المشاريع الاتحادية والمحلية لإنشاء المدارس، حيث تضاف مشكلة المدارس إلى نقص المستلزمات الدراسية. تحتاج المديريه العامه لتربيه ديالى قرابه 700 بنايه مدرسيه من اجل فك الازدواج والاكتظاظ الحاصل في عموم المدارس. طبعا العمل جاري على قدم وساق بالنسبه للمشروع المشروع الوزاري رقم 1، بالنسبه للمشروع الابنيه المدرسيه الجاهزه. ويبدأ العام الدراسي الجديد في الأول من تشرين الأول المقبل، مع استمرار التحذيرات من ارتفاع نسبة المتسربين من المدارس بسبب نقص الأبنية والحالة المعيشية الصعبة لبعض العوائل وعدم استطاعتهم توفير الاحتياجات المدرسية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. نبقى في ديالى، حيث رعى حزب السيادة بطولة لكرة القدم للأشبال بمبادرة من القيادي في الحزب الدكتور مصطفى هذالة، في خطوة تعكس التزامه بدعم الشباب وتعزيز الروح الرياضية في المحافظة. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر، حيث يسعى الحزب إلى تعزيز التواصل مع الشباب وتوفير الفرص للمشاركة والتفوق في المجالات الرياضية. وثمن المشاركون الجهود المستمرة للحزب في دعم الشباب وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لجميع الشرائح في المحافظة. تتمت اليوم بطولة أكاديمية محافظة ديالى برعاية الدكتور مصطفى حذال المجمعي قيادي في حزب السيادة. هذه البطولة تكونت من 16 أكاديمية في محافظة ديالى، وصل للمباراة النهائية أكاديمية شهربان وأكاديمية منصورية الشاط، وصارت المباراة النهائية كانت من نصيب أكاديمية شهربان ضمن رعاية حزب السيادة للشباب والرياضة في محافظة ديالى. رعينا هذا اليوم بطولة أشبال محافظة ديالى بتوجيه من الشيخ خميس الخنجر وبرعاية القيادي في حزب السيادة الدكتور مصطفى هذال. اليوم حضرنا كمكتب حزب السيادة في ديالى نهائي بطولة الأشبال الرياضيين في ديالى، ونحن الحقيقة نشكر الأمين العام لحزب السيادة الشيخ خميس الخنجر على هذه المبادرات الطيبة المباركة التي عودنا دائما في ديالى، التي تدخل الفرحة والسرور على شعب ديالى. ونحن مستمرين في حزب السيادة لدعم الشباب والرياضيين في محافظة ديالى. في نينوى افتتح معرض البناء والإعمار والطاقة الثالث بمشاركة أكثر من 40 شركة، حيث يمثل الحدث دعما حيويا للحكومة المحلية والمواطنين الذين تضررت منازلهم خلال العمليات العسكرية. أكد المشاركون أن المعرض يسلط الضوء على دور القطاع الخاص في الإعمار، مشيرين إلى أهمية هذه الفعاليات في تحفيز البناء والتزام المجتمع بإعادة الأمل وتعزيز جهود إعادة الإعمار. المعارض هي الوسيلة الحديثة لبناء المدن وتحقيق أفضل الإنجازات من حيث المشاهدة الفعلية. يعني راح يكون المعرض بتماس مع الشركة أو المستثمر فيشاهد الإنتاج مباشرة، هذا هو ما تحققه المعارض. لأننا نينوى ستشهد ثورة إعمار في بناء مجمعات سكنية. رئيس الوزراء العراقي عندما وافق على إنشاء مجمع الغزلاني السكني، هذا المجمع سيكون من المجمعات العملاقة التي تحتاج إلى السمنت. لهذا شركتنا أعدت الخطط بالكامل من قبل مدير عام الشركة السمنت العراقية المهندس حيدر هادي علي، وأيضا الأستاذ محمد رمضان البدراني
معاون المدير العام باجتماعه مع مدراء المعامل حتى تكون مادة السمنت متوفرة لهذا المشروع الحكومي من أجل نهضة العراق. القطاع الخاص بشكل عام له دور أساسي في إعادة بناء المحافظة والمحافظات المتضررة من الأعمال الإرهابية. في الأنبار، وبعد سنوات من غياب الرعاية الصحية، افتتح مستشفى الشفاء العام في غرب الرمادي بسعة 150 سريرا ليضع حدا لمعاناة آلاف من السكان الذين كانوا يقطنون أو يقطعون عشرات الكيلومترات لتلقي العلاج. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. على مدار السنوات الماضية كانت مناطق غرب الرمادي تفتقر إلى مستشفى ومراكز صحية، أما الآن فقد افتتح مستشفى الشفاء العام بسعة 150 سريرة وبواقع 4 استشاريات في مرحلة أولى، سيخدم مناطق 18 كيلو والسبعة والخمسة كيلو بعد أن جهزت بأحدث الأجهزة المتطورة والكوادر الطبية المتخصصة. المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية من أشعة ومختبر لعمل كافة التحاليل المختبرية والأشعة لعمل كافة التصاوير الشعاعية، وكذلك مجهزة بوحدة الطوارئ ووحدة استشارية ومجهزة بما يحتاجه المواطن أو المريض من الأدوية بمناشئ رصينة وبأعداد جيدة. تم افتتاح مستشفى الشفاء تضم 4 استشارية، منها الاستشارية الأولى باطنية، الاستشارية الثانية نسائية، الاستشارية الثالثة أسنان، الاستشارية الرابعة أطفال، وتضم مختبر موجود عندنا وموجود عندنا أشعة الدوام على مدار 24 ساعة، وتتوفر بها جميع الأدوية والمستلزمات عندنا، وتضم ضمن الرقعة الجغرافية للمناطق تضم 7 كيلو 5 كيلو المنطقة 18 إلى توصل إلى حدود هيت. كانت المعاناة ثقيلة على أكثر من 25 ألف نسمة يقطنون في مناطق غرب الرمادي قبل أن يفتتح هذا المستشفى الذي بدأ في تقديم العلاجات لهم، بدلا من قطع مسافة تتجاوز 20 كيلومترا للوصول إلى مركز المدينة لعلاج مرضاهم. اي نعم، خدمتنا قبل احنا من نريد نروح على المستشفى نعبر للرمادي مسافة 20 كيلو او اكثر جوز نروح على المستشفى، هسه ما صفنا صارنا احنا بس 7 كيلو 18 منا اقرب لنا، يعني بشرط 5 دقائق احنا هنا اقلها. اي ومتوفر كادر كل شيء، يعني تحاليل وعلاجات ما شاء الله وكادر كامل كل شيء. العمل هنا على مدار 24 ساعة من أجل استقبال المرضى الذين بدورهم طالبوا ببناء مراكز صحية أخرى في مناطقهم، وذلك لوجود كثافة سكانية كبيرة تحتاج إلى أكثر من مركز لتلبية احتياجاتهم. من الأنبار، إدريس يحيى، قناة الفلوجة. وقبل مواجهة العراق والكويت الكروية تصاعد الغضب الجماهيري إثر قرارات وصفت بالمجحفة قد تحرم العديد من العراقيين من تشجيع المنتخب الوطني على أرض ملعب جابر الأحمد الدولي. مزيد في هذا التقرير. غضب جماهيري كبير إثر قرارات حرمتهم من تشجيع المنتخب الوطني الذي من المقرر أن يلاقي منتخب الكويت على أرضه، وفي مقدمتها طلب حصول المشجع العراقي على الجواز الإلكتروني للعبور من خلال منفذ العبدلي. يعني قبل شهر اشتري الكويتاني نفس الجواز ماله، شنو اللي تغير؟ والجواز ما دخل بيه 10 مرات الكويتاني، شنو اللي تغير؟ وثيقتي رسمية أنا ما أقدر أثبت لها هسه، لأن بعد 5 سنوات ترى انتهى جوازي. القانون عندنا بالعراق ما يصير الجواز تبدله اذا ما تنتهي صلاحيته. يعني ما اعرف من علمهم الجواز الالكتروني؟ ما اعرف من علمهم. صحفيون رياضيون حملوا اتحاد الكرة العراقي مسؤولية القفزة الكبيرة في الأسعار التي استحصلت من المشجعين، حيث تم حصر سمات الدخول للكويت بشركات سياحية التي أخذت مبالغا تجاوزت 750 ألف دينار مقابل سفرة يومين عبر منفذ صفوان البري، رغم أن المسافة بين البصرة والملعب الرياضي قد لا تتجاوز 3 ساعات. الجانب الكويتي طرح التذكرة بسعر دينارين كويتي، أي تقريباً
يعني 7000 دينار عراقي، فرق عن 750,000 دينار أو 900,000 دينار الآن وصلت، ومليون ومليون و500,000 لمن يرغب بمشاهدة المباراة. بالتالي هذا الموضوع يذهب بأرباح لمن؟ للشركات المتنفذة المنسقة مع اتحاد كرة القدم. بصريون من جانبهم انتقدوا الأعباء التي فرضت على الجماهير العراقية الراغبة في تشجيع بلدها على أرض الكويت، وأكدوا فرض وجود حجز فندقي ليومين فضلا عن مبالغ تجاوزت 500 دولار تحت عنوان النقل والإقامة، رغم أن المسافة البرية قريبة جدا بين البلدين، والكثير منهم لا يرغب سوى بالعبور لساعات لمؤازرة المنتخب الوطني ومن ثم العودة. أنا أحجز تذكرتي وأنا أحجز يعني طيارتي وأنا أحجز وسيلة نقلي اللي راح توصلني، ممكن ما يكلفني الموضوع 150 دولار، وبالتالي هذنا أعباء زايدة علي. أنا أريد أعبر بيوم اللعبة أشوف اللعبة وأرجع، ليش أنت تفرض علي لازم أحجز فندق ليلتين؟ ليش تفرض علي لازم أجيب تأمين صحي؟ ليش تفرض علي لازم أعبر ويا شركة سياحة؟ خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة. نهاية الحصاد، وهذا تذكير بأبرز العناوين. السودان يواصل جولته على الرئاسات، رئاسة البرلمان والتعديل الوزاري يناقشهما مع رشيد بعد زيدان. اتفاق انسحاب قوات التحالف يحرك مفاوضات اللجنة الثنائية، وخطر داعش يعيد التعاون بين بغداد وواشنطن. بعد اجتماع بغداد وأربيل الاقتصادي، مسعود بارزاني يلتقي الوفد الاتحادي ويطلب العودة إلى الدستور والاتفاق السياسي. العراق يدعو إلى تحالف دولي ضد المخدرات، والسوداني يأمر بتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة. قبل المواجهة المنتظرة، إجراءات الكويت تغضب جماهير العراق، وشركات السياحة تستغل التقييد. إلى هنا نصل إلى ختام الحصاد. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على موقع التواصل الخاص بالفيلم. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.